اخترت لكم اليوم كتابين. الأول عنوانه أبو ظبي زمن البدايات لمؤلفه خليل عيلبوني، والثاني بعنوان العرب وصقلية ملامح الفن والثقافة لمؤلفه موسى الخميسي. نذهب أولا إلى أبو ظبي ثم نتوجه إلى صقلية. أهلا بكم. أبو ظبي زمن البدايات، هذا الكتاب يتضمن معلومات هامة عن تاريخ أبو ظبي وردت في 5 فصول، تناول فيها الكاتب ما يمكن تناوله سواء في الإنسان أو المكان أو الإعلام أو في الحياة اليومية أو الشعر والشعراء، فقد كان موضوعياً وشاملاً بدءاً من ملامح المدنية العمرانية وانتهاءاً إلى ما وصلت إليه اليوم من تقدم وازدهار، وكل ذلك من خلال موقف حيادي التزمه المؤلف في إتقان للمنهجية واتباع المنهج العلمي الوصفي في البحث. في فلك حديثه عن المكان يبدأ المؤلف بوصف أول ليلة لوصوله إلى أبو ظبي، وكان ذلك في 1 يناير 1971، والانتقال من برد بيروت ودمشق إلى دفء أبو ظبي يصف كل ذلك وصفاً شاعرياً جميلاً يشد القارئ شداً. يتحدث المؤلف عن أولى جولاته في أسواق أبو ظبي القديمة، المدينة التي يصفها بمدينة العمارات الشاهقة والنخيل الشامخ، وينتقل إلى رحلاته الترفيهية والصيد فوق شواطئ أبو ظبي، ولا يخلو حديثه من الذكريات الجميلة التي لا تنسى والتي تعكس مرحلة عمرية وفكرية معينة عاشها المؤلف، سواء داخل المدينة نفسها أو حتى رحلاته إلى مدن أخرى كالعين ودبي وجبل الظنة وخرفكان وجزيرة السعديات وغيرها. الفصل الثاني جعله المؤلف في الإنسان، إنسان المدينة والوطن الذي سكنه وصار الهواء الذي يتنفسه وأصبح حاضره وكل مستقبله. يبدأ هذا الفصل بعنوان الشيخ زايد سخر ثروة لخدمة شعبه وقضايا أمته. يروي المؤلف هنا قصة أول لقاء له بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان خلال عمله وتكليفه بمهمة تغطية اهتمامات القائد الراحل بالزراعة، وقصة مصافحته رحمه الله والحديث إليه لأول مرة. وهناك أسماء كثيرة يمر ويتوقف عندها المؤلف في هذا الفصل ممن تركوا في نفسه أثراً وارتبط جزء مهم من حياته بهم ومعهم. مما يذكره المؤلف في هذا الفصل سؤاله ذات يوم خلال أحد لقاءاته بالقائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، عن كيفية تمكنه من جمع كل ثقافته مع أنه لم يدخل مدرسة ولا جامعة، فكانت الإجابة: إن تجارب الحياة هي التي تصنع المعرفة وتنمي الثقافة، وأنا من خلال حبي للعلم والشعر والأدب تمكنت من تكوين أساس يجعلني أطرب للشعر الجميل وأهتز للحكمة البليغة وأسر بشرح لأصول الدين. جعل المؤلف الفصل الثالث بعنوان في الإعلام، وفيه يروي الكثير عن مهنته ووظيفته التي أمضى فيها جل سنوات عمره سواء في الإمارات أو حتى قبلها في إذاعة صوت العرب.
لعل ما يلفت في حديثه عن الشعر والشعراء ذلك الحوار غير المنشور مع الشاعر النبطي سالم الجمري، الذي يقول في إحدى إجاباته: لو كان بالإمكان أن يعود بي العمر إلى الصبا لدخلت المدرسة من جديد وتعلمت قواعد اللغة العربية ونظمت الشعر الفصيح. ويتناول المؤلف في الفصلين الرابع والخامس موضوعات شائقة وممتعة وبطبيعة الحال مفيدة عن الحياة اليومية وكذلك عن الشعر والشعر. أبو ظبي زمن البدايات لمؤلفه خليل عيلبوني، ومن إعداد وتحرير الدكتور إبراهيم أحمد ملحم، صادر عن نادي تراث الإمارات أبو ظبي، مركز زايد للدراسات والبحوث، 2017. ننتقل الآن إلى الكتاب الثاني، وعنوانه كما ذكرنا: العرب والصقلية، ملامح الفن والثقافة، لمؤلفه موسى الخميسي، ومن إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة. في 6 فصول يتطرق هذا الكتاب إلى الفنون العربية أو الحضارة العربية في صقلية، تلك الحضارة التي تضمنت نمطين من المبادئ السلوكية هما الإسلامية والعربية. في الفصل الأول يرجع المؤلف إلى تاريخ صقلية ومختلف المراحل التي مرت بها، فيقول: كانت صقلية بادئ الأمر ولاية تابعة لأمراء الأغالبة في القيروان، وبعد زوال تلك الإمارة أصبحت الجزيرة تابعة للعبيديين أو الفاطميين في إفريقية أولاً ثم في مصر، وفي عهدهم بلغت في القرن العاشر الميلادي أوجها الحضاري. الفصل الثاني من الكتاب جاء بعنوان: الفنون التشكيلية العربية في صقلية، واهتم المؤلف هنا بتفاصيل طرق الرسم للمدارس المختلفة التي شاعت في صقلية. يتحدث الكاتب عن كيفية رسم الوجه البشري وطريقة رسم الجسد ورسم العيون والأنف مفصلاً في الأعمال التشكيلية، حيث يذكر أن المخطوطات والمنمنمات والرسوم الجدارية وتزويق المخطوطات الأدبية والعلمية والمهنية والمعرفية والفنون الزخرفية والمصنوعات الزجاجية والخشبية والنحاسية والملابس والمنسوجات وفن الأيقونات وفنون صناعة السجاد والمشغولات المعدنية وغيرها كلها تجسدت في الأعمال والبراعات التشكيلية. لعل أغنى وأوسع فصول الكتاب هو الفصل الثالث، والذي يتحدث فيه المؤلف عن شعراء صقلية، وهو كما يقول واحد من أمتع الفصول. يقدم لنا الكاتب هنا خصائص الشعر العربي في صقلية وتأثيرات نعومة العيش والرفاهية، وكذلك أشعار الحنين والافتقاد لمن غادرها من الشعراء، ويورد أمثلة تغطي العديد من الصفحات لقصائد العديد من شعراء صقلية، ولا يهمل تحليل ما طبع عليه شعراء صقلية وتأثيرات البيئة الجديدة عليهم، مع ذكر نماذج من أشعارهم: تطاول هذا الليل حتى كأنما هو الدهر، لا صبح ينير ولا فجر، وظن علي الطيف بالوصل في الكرى، فيا عجبا حتى الخيال له هجر. أجمل ما يقدمه الكتاب سمات وملامح الفن المعماري العربي في صقلية، ويشاهد القارئ مجموعة من الصور التي تبرز جوانب من هذا الجمال الآسر. عمارة، مقتنيات، آثار، ما زالت تزخر بها مدينة صقلية الإيطالية، شاهدة على حضارة عربية إسلامية كانت وما تزال تؤكد حضورها ودورها في صنع الحضارة الإنسانية. العرب وصقلية، ملامح الفن والثقافة، لمؤلفه موسى الخميسي، صادر عن دائرة الثقافة في الشارقة، 2017.